يتجمع فلاحو الموصل هنا في علوة الحي العربي ليسوقوا محصولهم، لكن موانع البيع باتت كثيرة. غلاء أسعار الخضروات صدم الجميع، والأسباب كثيرة، منها غياب دعم الحكومة للفلاح وتدهور قيمة الدينار وغلق الطرق أمام موردي المحاصيل إلى محافظة نينوى. يرى لنا دعم من الحكومة الكيمياوي، الكيمياوي طن الكيمياوي كان 350 ألف، هسه جبنا الشكري ناخذه ب 800 ألف. المركب كان ب 500، هسه 1,600,000. الغاز احنا ما عندنا حصة، الفلاليح نشتري الجريكان 27 ألف. والله معناتنا الأسعار غالية، والصيدلات الخارجية مسدودة، هسه سدوها علينا. الطماطم من 500 صعدت لل 800، الخيار من 600 700 صعد لل 1000 دينار. كل هاي سبب اسعار الغاليه بسبب سد الطريق. المنتج المحلي اصبح باهظ الثمن ولا يسد حاجه المحافظه، يقابله منتج مستورد رخيص الثمن لا يصل بسهوله الى السوق. ما عندنا حاليا بس الطماطم المحليه، قلت لك والبطاطا، الباقي كله من نيران، خلينا نكونها واقعيين. يعني الطب على اربيل انواع المعاش، هنا ما يطب علينا كل شيء، كله ممنوع. اذا محلي وين اكو محلي؟ محلي ماكو، ايش حكومة تدعم الفلاح ده يصير محلي؟ ماكو، حكومة تدفع له، ما تدعم اي الفلاح العراقي ما تدعمه. كله مستورد. ليس الفلاح فقط من يعاني، وانما سائقو الشاحنات ايضا من جراء التضييق الامني في نقاط التفتيش، ناهيك عن غلاء اسعار المحروقات. البارحه انا حملت من حياتي هناك طبت تريلا وحده المغرب الى اذان العشاء، انا تحملت خوش سعره كله على هاي التريلا، على الطماطم المستورد المحلي. وش قد؟ 500 600 اليوم. هاي المشكله يما سيطرات، يسهلون امر ينتهيهم كل شيء، معاش محلي ماكو، غير البطاطا معاش محلي ماكو. وعلى إثر ذلك يلخص أحد سكان الموصل وضعهم المعيشي بسبب الفساد وسوء الإدارة الحكومي. سوق جهنم ما يتقارب، كيلو طماطم بألف دينار، البصل ألف دينار، يعني ماكو شيء رخيص. الله يعين الفقير على هالوضعية، راح يموت الفقير. الدولار 160 65 ما صايرة هذه، خلينا ننزل الدولار على الفقير حتى يعيش. الفقير اللي ما عنده منين يجيب؟ منين يروح يبوك؟ في نينوى الجميع محاربون في أرزاقهم من قبل المتنفذين المنتفعين من الأزمات، ولا مدافع عن حقوق الكسبة والفقراء.